إذن 21 نقطة لشباب الساحل من 17 مباراة، 5 فوز 6 تعادل 6 خسارة. ربع ساعة أولى والتسديدة، هدف، هدف رائع، أكثر من 40، 45 ياردة، 45 ياردة، لا 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 لا، حلوة 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 ورايحة أهو. هي الحجة الأم، الدعوات يا بلال يا نجارين، هي الأم، ربنا يخليها لك ويخلي كل أم. يعني بصراحة دعوات الأمهات يا جماعة، دعوات الأمهات ما يحرم ربنا أحد من دعوات أمه. أمام الوسط الملعب، كرة عالية باتجاه المرمى، والله طمع 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 بلال، بلال شوف الجمهور والتفاعل مع الكرة. عايز يلعب هو العرضية بالقدم اليسرى، بيلعب حلوة باتجاه المرمى يا ولد يا زكي. تاني اهي تسديد جعفر قوية رايحة، اهي نزلت على الأرض إنما طاير ومطلع. ادي مرة تانية جعفر بيلعبها بنفس الحكاية بنفس الطريقة. يا راجل بتعمل ايه؟ ده حسن محمد عنده مساحة، وهناك أكرم مغربي في الشمال، لكن هو عدى، عدى واحد، عدى تاني، في أكرم في تسديد، هي ممكن ممكن ممكن، حلوة حلوة. هيطلع طهماز بيلعب الكرة عالية وضربة الرأس، با ثلاثة كانوا جنب الكرة مستنينا. شوف حضراتكم قرب منه، اداله اداله فرصة، عمل العرضية معدية، استلم أكرم، يلا يلا يا راجل بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ما في ادكش تسلل. معلقة وباقي أربع خمس دقايق، تمام، لو لعبها مظبوطة ممكن جول. يا راجل لما الاستعجال يا حسن؟ يطلق علي رضا صفرة النهاية لمباراة مثيرة في أحداثها، انتهت بنقاط ثلاث لصالح